السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أفضل وأحسن حال يا رب العالمين. تمام، قبل أي شيء أتمنى من حضراتكم إنكم تطمنوني عليكم وتقولوا لي، يعني وتقولوا لي إن أنتوا بخير في اللايف ده. بفرح جدا لما بسمع أو بشوف تعليقاتكم إن أنتوا بخير. تمام، قبل ما أروح التدريب بتاعي بصراحة بتجيلي رسائل كتيرة جدا جدا بخصوص يا كابتن جابر، انا سن كبر، الناس كلها قالت لي ما ينفعش اتمرن تاني، اللي هو يعني العظمه نشفت وراحت عليا والحاله ضنك، واعمل ايه. بص حضراتكم، يا ريت دايما 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 ناخد العلم من اهل العلم. ما هو طبيعي انت لو سالت واحد ميكانيكي ملوش في الرياضه، تمام، ولا واحد بيبيع خضروات وفاكهه، ولا واحد، ما هيقول لك ما ينفعش تتمرن لان هو ما عندهوش ثقافه رياضيه، تمام، او اتمرن قبل كده، او هو في مفهومه ان لازم تبدا وانت صغير، فتروح انت واخد منه الكلمه وتتحبط وتزعل وتفضل طول عمرك انا كبير، انا كبرت، انا راحت عليا والكلام ده كله. طب فكرت في يوم من الايام انك تسال كابتن؟ اكيد احنا هنجاوبك، ولما نجاوبك هنجاوبك بصدق، يعني مش هنقول لك ينفع علشان هو تيجي تتمرن معانا وناخد منك اشتراك وخلاص، لا طبعا، بنقول لك ده عن تجارب، عن سنين في مجال التدريب، دربنا مختلف الاعمار، دربنا الاطفال والصغيرين والابهات والاجداد كمان مرناهم. والله تمام. فبعد اذن حضراتكم، العمر مجرد رقم. هي قصه انك تتمرن وانت صغير طبعا ده الافضل. يعني هديك مثال، في طفل بدأ يتمرن وهو عنده 10 سنين، تمام؟ وشاب بدأ يتمرن وهو عنده 20 سنة، تمام؟ الطفل ده هيوصل لمستوى احترافي وهو مثلا عنده 20 سنة، اللي اتمرن وهو عنده 20 سنة هيوصل لمستوى احترافي وهو عنده 30 سنة، هما الاتنين نفس المستوى، بس ده وصل للمستوى الاحترافي وهو عنده 20، التاني وصل وهو عنده 30. دي بس الفكرة في قصة ان انا ابدأ وانا صغير. فانك تبدأ وانت صغير، القصة انك انت تتعلم اسرع، تتعلم بدري، اللي هو تكون اتقنت حركات كتير ووصلت لمستوى محترم وانت لسه صغير، تمام؟ لكن مفيش اي مانع بتاتا اطلاقا انك تبدأ وانت كبير، لانك انت اكيد بتتمرن مع مدرب فاهم، تمام، بيعرف وزنك وطولك وبيعمل لك نظام غذائي وبيعمل لك نظام تدريبي يا ربي في احمال بدنيه معينه. انت في البدايه تحس الموضوع شق شويه عليك، اللياقه البدنيه ضعيفه عندك، رجلك بتوجعك، نفسك قصير، لكمتك ضعيفه، حركتك بطيئه، طبيعي جدا، جسمك بيحصل له ادابتيشن، تكيف مع الوقت، وبتوصل لمستوى جميل جدا، تمام. ومش بقول لك كده برضه عشان تتمرن معايا، لا، اتمرن في اي مكان. لو انت متابعني في الجزائر، في ان شاء الله تكون في الهند، في تونس، روح للمدرب واتكلم معاه، تمام. بس يا جماعه، انا بس ان انا قلت ان انا احاول ان انا احفزكم، تمام. طموح، اصرار، اراده، العمر مجرد رقم. انتوا ناس عظيمه جدا، لان اللي خالقكم اله عظيم، مفيش حد احسن مننا، احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا. ما تزعلش لما تلاقي نفسك بتتعب بس تقدمك بطيء، اكيد ممكن يكون في عيب، في اساليبك، في طريقه فكرك. فحاول دايما تتعلم من تجارب الاخرين، الناس اللي وصلت في النجاح طبعا الحقيقي، مش النجاح الوهمي، مقصدي بالنجاح الحقيقي الناس اللي وصلت في شيء مفيد بجد، فادت نفسها وفادت الاخرين، لكن مش نجاح الوهمي، الناس اللي شايفة نفسها ناجحة عن طريق الإسفاف أو التفاهة، لا طبعا. عشان ربنا يكرمك لازم تشوف الناس الأساطير بجد، اللي نجحت بجد، اللي نفع عن نفسها وللآخرين، تمام. أكيد مفيش حاجة هتوصل لها من أول مرة، يمكن دي سنة الحياة. ليه سنة الحياة؟ يعني عشان تاخد حكمة. الحكمة مش هتجيلك غير لما تكون إنسان متزن، والاتزان مش هيجيلك غير لما تقع في تجارب كتير جدا جدا، تتلدغ، واللي يخدرك واللي يخونك، وهتتعلم بعد كده. طبعا انت مش لازم تمر بالحاجات دي كلها، يعني مش لازم، انت ممكن برضو تتعلمها
من الاخرين من هنا ومن هنا، لكن انت شخصيا اكيد احيانا ممكن تقع في حاجه، تيأس في حاجه، تمل في شيء، فخليك عارف ان دي سنه الحياه. تمام، الحياه محتاجه معافره يوم من بعد يوم، لكن اللي انا مؤمن بيه وواثق بيه وكلكم لازم تثقوا فيه ان ربنا مش بينسى حد. ادام ربنا نفخ من روحه فيك واوجدك في الارض يبقى انت ليك رزقك ودنيتك. تمام، لكن احنا كتار قوي قوي، احنا مليارات، فربنا لو بسط رزقه لكل الناس، انت متخيل لو بسط الله الرزق لعباده اللي بقوا في الارض؟ يعني لو ربنا خلى كل شيء سهل هيحصل خلل في الكون. يعني تخيل دلوقتي انت معاك مليون دولار وانا معايا وده معايا وكلنا معانا، مين اللي هيشتغل؟ كله. انا بديك مثلا مثال، في كتير ممكن لك انا ما اشتغلش يا عم، انا اقعد بقى في البيت واكل واشرب والكلام ده كله. تمام، لو كل حاجه سهله ميسره كمان هنمل والله. يعني تخيل كده انت مثلا قاعد في قصر وقدامك البحر والسماء ومش عارف ايه، كل يوم معتاد الحياه دي هتمل. لكن لما تسعى لشيء وتتعب وتشتغل وتجتهد وتتقدم من خطوه لخطوه، صدقني في هرمونات عندك بتنشط زي الدوبامين السيروتونين وهرمونات اخرى كتير قوي يعني. تمام، فلو انت ثابت على وضعيه معينه هتبقى عاده بالنسبه لك، هتبقى عاده. لكن التغير من وضع لوضع ده افضل شيء. طبعا اهم حاجه نعمه الصحه دي اهم شيء طبعا، وثم نعمه السعي وان احنا نتقي ربنا في شغلنا وفي كل شيء. استودعكم الله، ومهما كان عمركم ينفع تتمرنوا وما تسمعوش اي لكلام اي شخص مش مدرك او مش فاهم كويس. يلا استودعكم الله، ونازل دلوقتي التدريب عشان الناس مستنيين. السلام عليكم.